صباح الخير لكم من جديد. العناية بالأطفال حديثي الولادة كانت عنوانا لندوة إعلامية أقيمت الخميس الماضي في دبي وحضرها عدد من الآباء والأمهات الحوامل. فعلا مريم، الندوة التي نظمها المستشفى الكندي التخصصي جاءت بمناسبة مرور عام على تأسيس وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في المستشفى. الهدف من تنظيم هذا الحدث هو لفت الانتباه إلى ضرورة توفر وحدات العناية المتخصصة التي تعنى بحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة. الندوة ركزت على أهمية أن يفكر الأهل إمكانية احتياج المولود إلى نوع من الرعاية الطبية بعد الولادة، خاصة وأن الإحصاءات تشير إلى أن واحدة من كل 9 أمهات معرضة للولادة المبكرة. الندوة كانت مناسبة أيضا للقاء الأمهات الحوامل بأهالي الأطفال الذين تم علاجهم في وحدة العناية المركزة للأطفال التابعة للمستشفى، والاستفادة من تجاربهم السابقة، خاصة أن إرسال الطفل إلى وحدة العناية الخاصة قد يخيف بعض الآباء والأمهات بسبب قلة الدراية بدور وحدات العناية الخاصة بالأطفال. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا اليوم في دبي هذا الصباح أن نستضيف ويانا الدكتور حيدر الزبيدي الرئيس التنفيذي للمستشفى الكندي التخصصي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك ويانا. صباح الخير. بداية دكتور، خلنا شوي نتكلم عن هالفعالية، كيف كانت الفعالية وشو حصلت أصداءها بعد ما انتهت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفعالية كانت ممتازة. مثل ما حضرتك ذكرتي قبل شوي، كانت ذكرى مرور سنة على افتتاح وحدة العناية بالأطفال الخدج في مستشفانا. كان في نوع من أنواع التركيز ونوع من أنواع الاحتفال. جمعنا الأهالي، اللي أغلب الأهالي اللي صارت كانوا أطفالهم بالوحدة العناية بالخدج بالمستشفى. كان بداية الاحتفالية كانت نبذة عن افتتاح المركز، وبعدين شوية عن الجنود المجهولين اللي كانوا خلف الكواليس. جميل. بعدين صار تعريف، نوع من أنواع التثقيف عن الوحدة، نوع من أنواع التثقيف عن الحمل بصورة عامة. كان بحضور الأهل أيضا دكتور؟ بحضور الأهل. نعم. بحضور الأهل وبحضور الستاف المستشفى، وحتى ناس في ضيوف من برا. نعم، متخصصين أكيد ومهتمين. دكتور، خلينا نتكلم عن وحدات العناية بالخدج في المستشفيات أساسا، الخدمات اللي تقدمها، المهام اللي تقوم بها شو؟ طبعا هي لا شك أنه من أكثر المراكز صعوبة هي مراكز العناية بالخدج وحديثي الولادة. نعم. ولهذا تلقين المستشفيات تفكر 1000 مرة قبل لا تخطو هاي الخطوة. هذا واحد من الأسباب اللي خلى هذا القطاع غير نشط. نعم. بإمارات، ولهذا في كمية المستشفيات وكمية المراكز اللي توفر هاي الخدمة قليلة مقارنة جداً بالاحتياج. نعم. سواء على المستويين، المستوى الحكومي والمستوى الخاص. الشيء الغير جيد اللي بالموضوع انه ويا قلة المراكز الحاجة كل يوم تزيد طبعا، وقليل من الأهل. تعرفين في بعض الأحيان ممكن أنه الطبيب النسائي أو طبيبة النسائية تتوقع أنه هذا الطفل راح يروح للخدج أو حديثي الولادة. نعم. لكن في أحيان كثيرة ما يكونون حاسبين حسابهم. ولهذا يبدي البحث عن هاي الوحدات متأخر. نعم. يعني بعد أن تصير الولادة، بعد فوات الأوان. نعم. طبعا هذا مخلي ضغط على كل الجهات، سواء الجهات الحكومية أو حتى الجهات الخاصة اللي هي قليلة اللي تمتلك هاي الوحدات. نعم. طب أيضا أهمية توعية الأهل دكتور، يعني خاصة أننا شهدنا الكثير من الأهالي حاضرين في هالفعالية، أهمية توعية الأهل بهذا الأمر؟ احنا أول كبداية خلينا نشكر الأهالي اللي حضروا هاي الفعالية. الأهالي اللي حضروا هاي الفعالية، نعم، حضروا للتقدير، للتعبير عن تقديرهم وامتنانهم. صحيح. للوحدة واللي قدمته. الحمد لله رب العالمين، الوحدة هذه أثبتت نجاح. اليوم الإحصائيات اللي في هذه الوحدة أنه نسبة المشاكل، نسبة الوفيات، نعم، 0%، نسبة الالتهابات تقريبا 1 أو 2%. نعم. اللي هي حتى أفضل من كل الستاندرز اللي موجودة بالعالم. طبعاً قاعدين نشاهد بعض الصور للفعالية اللي تمت، وشايفين بعض صور الأهل. نعم. الأهل كانوا حاضرين بشكل كبير
وبارز. نعم دكتور حيدر، لو تكلمنا شوي عن يعني الأطفال الخدج أكثر، حاولنا ندخل في التفاصيل الطبية، يعني ما سبب يعني نجاة نقول الأطفال الخدج؟ يعني الأطفال الخدج يعني لله الحمد في الأونة الأخيرة أنت قلت زادت الحاجة إلى مثل هذه الوحدات، وحدات العناية صحيح. بالخدج وحديثي الولادة، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الولادة المبكرة أو إنه يكون في يعني أطفال خدج؟ هي كبداية ما في أسباب مباشرة، في توقعات إنه مع زيادة عمر الأهل، مع وجود بعض الأمراض عند الوالدة أو الأهل، مع زيادة الأمراض الانتقالية اللي صارت موجودة، أمراض الضغط، أمراض السكر، كل أمراض بصورة عامة، إضافة إلى بعض الأحيان يكون نوع من أنواع الإهمال عند الأهل. خاصة في موضوع المتابعة، في فترة قبل الحمل. نعم. الطبيب المختص. طب دكتور، فينا نقول أن أحد أو الولادة المبكرة أحد أسبابها هي المشاكل القلبية التي قد يعاني منها الطفل لاحقا في المستقبل؟ احنا هي الفكره بالولادة قبل اتمام الاسابيع، الله سبحانه وتعالى يوم اللي خلى هذه الفتره الطفل، انه يوم اللي يطلع الطفل من والدته يكون كامل النمو، مكون مكون بشكل كامل. تعرفين كل عضو من الاعضاء يحتاج فتره حتى ينمو. صحيح. باي وقت راح يكون الطفل يعني انه تاخرت يعني كانت الولاده مبكره، راح يكون واحد من الاعضاء أو بعض الأعضاء تكون غير مكتملة، غير مكتملة أو غير ناضجة. سبحان الله. ولهذا راح تكون وظيفة الحاضنة أنه تكون وظيفة الأم، ووظيفة الأطباء، ووظيفة الممرضين، ووظيفة هذا الكادر، أنه يحاول يوصل هذا الطفل إلى مرحلة أنه تنمو بها كل الأعضاء. نعم. دكتور، بعض الأهالي يمكن ما عندهم الوعي الكافي بأهمية أو الخدمات اللي يقدمها وحدة العناية بالخدج، كيف أنتم جهودكم نتحدث كمستشفى، يعني المستشفى الكندي التخصصي، للاهتمام أو للتوعية بأهمية دور هذه الوحدات؟ طبعا هو دور مو دور مستشفى الكندي، هو فعليا دور شامل وعام. نعم. يعني دور الإعلام. نعم. دور وزارة الصحة، وإدارة الصحة والخدمات الطبية، يعني انتوا لكم دور واحنا لنا دور. بس الفعاليه اللي عقدتوها يعني كانت يوم الخميس الماضي، كانت ايضا بهدف التوعيه وبهدف اكيد احنا حملات التوعيه ما وقفوا، يعني حملات التوعيه ماشيه مثل ما يقولون على قدم وساق. حملات التوعيه تشمل الاخبار ومساعدتكم طبعا، حملات التوعيه تشمل الجرايد، حملات التوعيه تشمل الراديو، حملات التوعيه تشمل التثقيف، حتى في برامج تثقيفيه للاطباء، واعلنا مساندتنا لجميع الاطباء. يعني احنا اليوم نستقبل هاي الوحده الى هذه اللحظه مستقبله مرضى من 7 مستشفيات خاصه وحكوميه. صحيح. هذا نوع من انواع الاسناد. بالاضافه الى هذا كله، حملات التوعيه المستمره للاهل لفتره ما قبل الولاده، فتره الحمل. لازم دائما نخلي في بال الام انه في اي لحظه ممكن تكون ولاده، وفي اي لحظه ممكن انه تحتاجين هذا النوع من المراكز. طيب دكتور حيدر، يعني اهميه ايضا تدريب الطاقم اللي لازم يكون مؤهل لرعايه الاطفال الخدج، كيف يتم ذلك؟ صحيح. احنا فعليا هذا نوعا ما نقطه شائكه. لان احنا فعليا في مستشفياتنا ما راح ندرب هذا الطاقم. لأن عادة نبحث عن طاقم مدرب ومؤهل وما يكون عنده أقل من 7 إلى 8 سنوات من الخبرة. مسؤوليتنا زيادة الوعي، زيادة الإمكانيات، التدريب المستمر، لكن كخبرة عادة البحث عنهم يكون يعني نوعا ما متعب. يعني يوم إذا دخلتي الوحدة من هذه لأي حاضنة أو لأي مكان في هذه الوحدات، راح تشوفين ستاف عنده أكثر من 10 سنين خبرة، وكل واحد من بلد. نعم. لأنه حتى الحصول على هذا النوع من الكادر صعب. صحيح بالفعل. نعم دكتور، شو هي المخاوف أساسا اللي تواجه بعض الأهالي بالنسبة لوجود أطفالهم في مثل هذه الوحدات برأيك، إن كانت هناك مخاوف عادة؟ احنا خلينا نتفق انه هي لازم يكون في مخاوف، لانه هي الوحده من الوحدات الصعبه. يعني انت اليوم الطفل ما راح يدخل الى وحده العنايه المركزه بالاطفال الخدج الا اذا كان عنده مشكله، ومشكله كبيره يحتاج الى عنايه يعني خاصه. الامراض البسيطه او الامور السهله احنا هذه ما نوقف عندها طبعا، بس يوم الطفل دخل هذه الوحده معناه لانه حالته صعبه.
واحدة من الأشياء عدم اكتمال النمو. بمناسبة ملاحظة بسيطة، إنه إحنا هاي الوحدة ما تستقبل فقط الأطفال الخدج فقط، تستقبل الأطفال الخدج والأطفال اللي عندهم مشاكل. يعني مثل شو المشاكل؟ يعني مشاكل القلبية، مشاكل يعني مثلا إذا شفتي أنت المقتطفات، يمكن شفنا نعم من المؤتمر، من المؤتمر دكتور شعيب سوى برزنتيشن بسيطة عن واحدة من الحالات اللي استقبلها من إحدى المستشفيات الخاصة بالبلد بعد أن عجزوا عن علاجه، إنه كيماش بالرئة، يصير إحنا في الرئة فيها الرئة وبعد الرئة في غشاء. نعم. هذا الغشاء يوم اللي يصير داخله هواء، نعم، يضغط الرئة، وهاي الرئة تضغط حتى على القلب وتضغط حتى على الرئة المجاورة. صحيح. فتنكمش. واحدة من الحالات اللي سوى عليها هذه دكتور شعيب برزنتيشن، الطفل كان كامل النمو وصارت عنده هذا النوع من المشاكل. بمجرد وجود الطفل بالعناية المركزة، هو الكبير إذا كان بالعناية المركزة فهو فيلم رعب للعائلة. صحيح. فما بالك إنه هذا طفل. هذه واحدة. النقطة الثانية، تصير عادة هذا النوع من المشاكل اللي هي مشاكل الالتهابات. نعم. مثل ما تعرفين أنت أكثر من طفل في مكان واحد، إذا طفل كان عنده التهاب راح تبدي عنده مشاكل. صحيح. ولهذا من الستاندرز اللي احنا نتبعها انه اي طفل يجي من اي مستشفى برا، ما كانت الولادة عندنا داخل مستشفى، يعني محال من احدى المستشفيات سواء الحكومية او الخاصة، فهذا الطفل نستقبله في وحدة العزل بعد ان نسوي له كل الفحوصات والتحاليل ويثبت انه خلوه من الامراض، ذاك الوقت انه ينتقل مع الاطفال الباقي. نعم. اذا نصيحه اخيره او كلمه اخيره تقدمها للاهل اللي يتابعونا اليوم دكتور حيدر، عن اللي هم ايضا يعانون من هذا الامر ولديهم طفل يعني لازم يدخل في هذه المرحله. احنا كبدايه نصيحتنا للامهات الحوامل، نعم، انه الانتي نيتال كير او فتره متابعه اثناء الحمل وقبل الولاده، هذه راح تغنيها عن مشاكل كثيره. نعم. النقطه الثانيه، دائما الاهل يخلون في حساباتهم انه من الممكن في اي وقت انه هذا الطفل يحتاج وحده عنايه بالاطفال الخدج. فاذا ما كانت في مستشفى فيها وحده عنايه، فعلى الاقل هم عاملين ترتيباتهم او المستشفى عامله ترتيباته مع مستشفى ثانيه انه تستقبل هاي الحاله. نعم. لان احنا عاده تلقين احنا اكبر وحده بالبلد. صحيح. بس احنا يوم اللي عندنا 14 حاضنه فل، صعب انه نستقبل مريض 15، ما راح نخليه. نعم. طبعا. فعاده انه يكونون ريدي، يكون في باك اب مثل ما نقول. النقطة الثالثة اللي هي من النقاط اللي جدا مهمة، نعم، من أول يوم الحمل إلى آخر يوم الحمل، كل مراجعة وكل نصيحة من الطبيب هو تكون شيء مقدس عند الأهل. طبعا طبعا لازم أخذها بحذافيرها والعمل عليها بحذافيرها. بالضبط، بحذافيرها. وآخر نقطة أنه يخلون ثقتهم بأطباء العناية كبيرة طبعا، والأمل كبير، وبالممرضين. أنا نفسي شكرت الممرضين في يوم المؤتمر، يعني بعد لما إجا دوري أنه أقول كلمتي، صعدت شكرت الممرضين، لأن أنا بعيني شايف الممرضين والممرضات يوم اللي تحمل الطفل، أقسم أنه قد تكون كأنه حاملة ابنها. الحمد لله يا رب. وهذا طبعا بسبب دعمكم وجهودكم أيضا المتواصلة في هذا الإطار. نحن شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم الدكتور حيدر الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الكندي التخصصي، ونتمنى لك صباح سعيد إن شاء الله. شكرا دكتور حيدر. إذا مشاهدي